يجدر بنا أن لا ننسى أن أخوات وإخوانا لنا في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية تحديدا ينتظرون منا الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير. إذ ذاك فقط يمكن لإفريقيا أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار المقيت والاحتلال المشين والنهب المخزي لثرواتها.